السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وباحسن احوال نتوما والاحباب ديالكم. واول شيء البنات غنشكر البنات اللي انضموا ليا جداد في القناه، كنشكركم بزاف البنات على الدعم ديالكم. وكنشكر طبيعة الحال ما نسوش البنات اللي وقعوا معايا في اول مشوار، كنقول لكم الدار داركم، مرحبا بكم. وهذا الفيديو البنات مختلف، هذه واحد الجوله في ايكيا، هادي البنات اول مره نمشي ايكيا حتى انايا، وغادي قلت مع راسي داخله نصور لكم البنات نتوما شنو كاين شنو ما كاينش باش تكتشفوا نتوما هي بالنسبه لي مع عمرها جات، واللي جات راه مرحبا بها وصحتها. ايكيا ديال الشعب كامل، هادشي اللي كاين البنات. ودابا دخلوا معايا البنات وتكتشفوا نتوما هادشي اللي اكتشفت، كلشي انايا بقيت غير حاله فمي البنات. صراحه داكشي زوين، ولكن ايوا كوحدو كيمشي على قد جيبو هادشي اللي كاين، المهم الانسان كيف يقول لي ما شريت نزه. ايوا البنات كنتمنى يعجبكم الفيديو البنات، وتبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وطبيعه الكومنتات ديالكم الزوينه والجيم ديالكم اللي يعجب ديالكم الفيديو. وكنتمنى تستمتعوا معايا البنات في هذا الفيديو وتاخذوا افكار، صراحه داكشي فيه زوين، ولكن تاخذوا افكار اللي بغات تاخذ شي فكره من افكار. ايوا البنات هادو البنات الشميعات، الشميعات نديرهم في كيسان هكا كويسات. صراحه في كل شيء الشيء اللي كيتعلق بالاثاث ديال الدار، الصالونات، الكوزينات، الطواليطات، يعني الا عندك شي جريده هكا. هذه البنات واحد البيت نعاس صورت عليكم، هذه واحد شكل اخر ديال البيت نعاس. الدنيا البنات عامره، داكشي حيت لكم الصوت الضجيج كنصدع الصراحه، الدنيا عامره حيت لكم الصوت وقلت نهضر معكم غير هكا. هاد الجليسه البنات زوينه، هادي ما شهيتكم فيها. انا قلت غنصور لكم البنات، صافي قلت غنصور لكم، انا ماشي كاع ما مسوقه لي الصراحه، ما نكذبش عليكم، انا شي مكيغرنيش زعما، واش شي زوين اي واحد ما كيكرهش، ولكن ماشي حتى داك الدرجه عاوتاني نتسطع باش شي عادي. المهم بوحدو هادي البنات صالون مونجي مع صالون هكا، هما بلاصه ديال التلفازه، جليسه زوينه انا الصراحه. هادي جليسه اخرى حتى هي، هنا البنات كيكونوا جليسات مثلا صغار هكا ولا كبار، ولا على حسب اللون ديال الفوطويات، اللون ديال الحيوط، الزرابي، كيعطيكم افكار بالنسبه لي اللي عنده شي اسباس مثلا صغير خاوي بغى يعمرو ما كيعرفش شنو غيدير فيه مثلا، كتجي هنا كتضربي دويره وكتاخدي افكار. هذا البنات صالون وفي لمسه مغربيه، داك الشبابيك هكا كمشبكين الصراحه، جو بحال جو زوينين. صالون عصري بلمسه مغربيه. هذه جليسه اخرى حتى هي، كيكون شي البنات اي حاجه عندها علاقه بالفراش كاينه، اي حاجه طاحت لك في بالك كاينه الصراحه في ايكيا. كنت خارجه البنات مع واحد الصديقه ديالي، صديقه الطفوله ديالي، ايوا هي عطاتني الفكره ديال ان نمشيو نضربوا دويره في ايكيا، قلت لها يلا، كنت نتردى في الاول ولكن قلت لها يلا نمشيو نضربوا دويره، يعني شحال هذه ما عمري مشيت لي اصلا، وليت نشارك مع صحباتي هكا وخواتاتي في القناه، اللي بغات تاتات ولا اللي بغات غير تاخذ افكار. هادو البنات واقيله ديال فاش كتحطوا فوق منهم التلفاز يمكن، انا صراحه ما كنفضلش التلفازه فوق هنا، كيتعجبني التلفازه معلقه في الحيط الصراحه، بس بالدراري كنبغيش التلفازه بحال بهذا الشكل هكا. ونيت هذا اللي عنده اتساع، ملي ما عندوش اتساع راه ما كاينش كيدير هادشي، كيشد غير البلاصه وصافي، يعني اتساع هي مساحه كبيره مثلا. تدي بنات سالمونجي فيها طابله، فيها مثلا فيترينه ديال المعنات، فيها
كي كيبغي يدير واحد البلاصه خاصه مثلا غير ب بس الماكله صافي كيكون في دير فيها الطبيله دير فيها بلاصه المويعنات. هادو البنات هما اللي عجبوني صراحه، مع عندي كوزينه صغيره عجبتني صراحه الطبيله هذيك، كنت كنشوفها في داك فيسبوك حتى شفتها بعينيا قلت الله نشوف كيفاش دايره. بس ما كدير الطابله كتشد بلاصه هذه كتقطنيها البنات كتنى وكت كت باش تاكل اللي كت كتقديها صافي كتساري من الماكله كتجمعيها هكا كتنى بهذيك الطريقه. صراحه بالنسبه اللي ما عندهمش اتساع مزيانه الكوزينه، وهادو بالنسبه للطبيلات هذا اللي عندهم كوزينه كبيره. انا كوزينتي البنات صغيره الصراحه صغيره، ولكن الحمد لله على كل حال. هذه الاقليسه اخرى ثاني، كاين بزاف البنات، ولكن عرفتي شحال تبارك الله صورت البنات صورت صورت لكم مزيان، بقيت نصور نصور قلت زعما نزقلت حتى حاجه، ولكن شي حوايج بساط هكا ما صورتهمش وصافي. ما هذيك كتكون مثلا كوزينه بحال بحال ولا شي حاجه ما كنصورهاش، كنصور شي حاجه مختلفه هكا. شوف البنات هذاك الجليج اللي في الارض كيدير زوين، الجليج ولا ما عرفت زوين الشكل ديالو. قلت لصاحبتي انا جيت نطيب وجهي ياكلي ما شريت نزه هي هذه البنات، بغيت بقيت نبقشش نبقشش شنو كاين في البلاكارات شنو كاين في الثلاجه شنو كاين في المهم، ما غاديش نشري ما غاديش نشري نشوف بعدا شنو حاطين. بصراحه هادشي البنات زوين، ما صراحه اي ست بيت كيف يقولوا اي ربة بيت اي مرة كتبغي كوزينتها تكون تيولة يعني يعني اصلاحات تكون على حقها وطريقها بحال هكا شي حاجة زوينة. انا صراحة ما كرهتش تكون عندي كوزينة في الحمر، بلاكارات في الحمر يعني تكون كلها في الحمر ولا في الغوز. شو واحد الديكور البنات زوين في داك صحابي زعما مصورين لك زعما راه الدنيا تحت برا زعما حاش رجم هذاك الشيء ورا ماشي شرج مراد الطابلو. واش شي كيحمق البنات؟ ماشي ما كيحمقش زوين، ولكن ايه واش خصو الفلوس باش تصلحي الكوزينه خصك لها واحد الزباله ديال الفلوس. بغيت شي كوزينه بحال هادي البنات، شكون اللي تشهد الكوزينه بحال هكا صاله من جي وتكون الكوزينه بهاد الطريقه. كاين الومنيوم الومنيوم البنات، كاين خشب على حسب دابا واحد دابا الناس كياخذوا افكار في الاخر كي واحد كيدير له الصندوق ديالو. والجلي جبل ديال البنات حاضر في هذيك الكوزينه، هذه كوزينه اخرى ثاني مجرات باكلا كبار وخا يهزو لك العجب. الصراحة زوين يكون عندك مجرة في الكوزينة يهزو سبحان الله العظيم يعمر لك أي حاجة معندكش شك. هادو البنات التلاجات كيكون عندهم العكس فريكون تحت، يعني مجمد كيكون تحت وفوق كيكون العكس. وأنا صراحة كنفضل العكس المجمد هو اللي يكون فوق، معرفتش على حسب دابا شتي ولا خارج دابا.
هادو البنات كرادات، وكاين كليك تستعملو نتا فكيحطو عليهم الماكلة هكا. هادي كوزينة أخرى عاوتاني. واحد الكوزينة البنات صدماتني، واحد الكوزينة صغيرة صحابي. ديال البنات الصغار ساعات تفكر يمكن كتكون ديال هادوك الناس كيكونوا قصار في الطول هكا في القامة ديالهم، كيديروا لهم على قد الطول ديالهم. اون كويزين اماطاي. دايرين كوزينة تاع على حسب واحد الطول ديالو، بصح حنا يكون واحد الطول ديالها. كاين مرة كتكون مثلا مطويلاش بزاف، كوزينة كتكون مثلا كونطوار كيكون طالع كتجي معينكشة شوية في الشقة كتجي. داكشي علاش احسن الانسان يعبر على الطاي ديالو. المرا دير بلاصه لابابو بلاصه طياب على قد هي العبر اللي يجي لها هي. ايوا كنتمنى البنات تستمتعوا معايا بهذا الفيديو. الكوزينه ديالك تحمق البنات كلها عود. واحد الكليسه البنات هذوك اللي يمكن حل الجريده هكا، اللي كتكون عنده شي اسباس هكا كبير في الجريده وقيلا هادشي اللي بان ليا. الباهو كنقولوا ليه الباهو، بالكو هكا ولا زوينة البنات. هاد الجليجي كيكون مربع هكا صغير الفسيفيس الصراحة زوينة. هاد الجليج كنخليو الصراحة الجليج القديم كنمشيو للجليج الجديد الصراحة، وكتلقاي القديم كيكون المنظر ديالو زوين في كيحمق الصراحة البلدي. باش تعرفوا راه ما كاين ما احسن من البلدي، واخا كاع وقت الثورات والرومي، لكن البلدي كيبقى ديما هو نمبر وان رقم واحد. هادو البنات روبينيات مع لافابو ديالهم، انواع واشكال البنات ديال روبينيات ولافابوات. هنا من الصغير، ها الصغير، ها الكبير، طويل طويل شويه، وكي انواع صراحه. كاين لافابو حتى هو كاين طويل، كاين اللي كيكون فيه جوج، كاين هادو البنات تدري واحد السلوم واقيلا يمكن كيكون واحد السلوم. بغيتي تطلعي بلاكار كتجبدي شي حاجه ولا هادو عشان البنات الشبيكات ديال داك القيل البصله والطاطا داير البنات 499 درهم تبارك الله 499 درهم نقول تقريبا 10000 ريال وصافي. شحال باقي ليها درهم؟ عندهم روايد ولكن البنات هما تقال بحال الحديد، حديد ماشي بلاستيك. هادو البنات عشان البيروات، شي بيروات صراحة يعني عند الوليدات مكراش شي بيرو بحال هكا الوليدات والله كيتعني كشوف الحفاضة. ايوا مع السكن الاقتصادي ممكن ديري حتى حاجة. هذا هو السكن الاقتصادي ماشي مشكل، كيف كبرني كبرت هما مفاعيب. كاين البنات الخاميات، كاين المهم كاين كلشي كلشي كاع داكشي عنده علاقه بالاتات. كيف قلت لكم كوزينات، انواع ديال الكوزينات، انواع ديال الصالونات، انواع ديال البيروات، بيوت النعاس، بيت الدراري، وطبيعي حتى داكشي ديال الكوزينه حتى هو هذا واحد البيرو حتى هو. ديال كوزينة البنات عاوتاني اش كيدير الشكل ديالها الطابلة ديالها. ديكور زوين هنايا، عامرة البنات الدنيا ومع الدراري البزو
والناس كيجلسوا فوق الناموسيات اللي جالس فوق الفوطويات. روينا الصراحة ما دات منك ما يسير روينا. ايوا بعدين ما يشرش بعدا كيجي يتنزه ويتكى لك ولا يتكى مع راساتو يجلس لك في بيرو، يجلس لك في ناموسية، يجلس لك في سداري فوطوي. المهم راه مستمتع مع راساتو. هذه البنات بيت نعاس ولكن فيها بيت واحد كتقول بيت الدراري لداخل، يعني عنده تربية، كتكون عند مثلا شي دري صغير كتكون بيت حدا بيت، بيتك حدا بيت ولدك مثلا. هادو عطيني بيت النعاس ديال جوج بلايص، خاصها البنات صالون الله تجي فيها شي كيبغي الصراحة الاتساع، ولكن كتلقاي ضروري كتلقاي العبار اللي بغيتي، كتعطي من العبار ديالك راه كيصيبو لك مثلا اللي بغيتي شي ناموسية ولا بغيتي مثلا شي فوطوية كاشي بليسة. اللي بيت نعاس هي كتحمق البنات، شوف داك الكوفرلي ديالها كيدير واعر، تا كوفرلي تا بنات كيتباعو تماك. هادي عشرين بيت نعاس هي ديال جوج اشخاص زعما جوج الناس، هادي بيت دي شخص واحد.